تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فأعلنت إدارة مسرح ساقية الصاوي للعرايس عن تقديم حفلين متتاليين لأم كلثوم تاني أيام العيد، وده في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرايس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال، وده بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون اللي بيجذب الكبار قبل الصغار. النهاردة يستقبل المسرح القومي جمهور العرض المسرحي رصاصة في القلب اللي بيتزامن مع تاني أيام عيد الفطر في 9 مساءً، والمأخوذ عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم. العرض بتدور أحداثه حول شخصية نجيب اللي بيعيش الحياة غير مكترث بأي شيء وظروفه قاسية، ليطرق كيوبيد باب قلبه ويقع في حب إحدى الفتيات الجميلات، لكنه يكتشف إنها خطيبة صديقه وبيكتم سره في قلبه. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار مؤجلات الجولة 8 من عمر المسابقة. هيلتقي المصري مع فيوتشر الساعة 4، وفي 7 مساءً هيلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري. في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع زد.